قدم إدارة مستشفى الشهداء الأقصى بالشكر الجزيل والعرفان للإخوة في المؤسسة ضد الجوع على هذا العطاء المبارك في توفير هذا المشروع المبارك من خلال توفير 30 عامل من صناع الجمال. هذا المشروع الذي سيساهم في تخفيف العبء عن إخواننا الجرحى والمرضى داخل المستشفى من خلال حملة النظافة المستمرة طيلة شهر كامل بإذن الله تعالى. احنا هنا موجودين كنا كفريق عمل موحد 30 شخص ننتمي لشركة حسين الطواشي، هم حطون نظام إشراف على النظافة على 30 عامل. احنا هنا جينا نكمل العدد الموجود بسبب النقص بالموارد الموجودة في مستشفى الأقصى اللي بعانوا من نقص الموارد ونقص الأيدي العاملة في قسم النظافة، وإن شاء الله احنا نكون بنكمل كجزء مكمل للحد من الأوبئة الموجودة والأمراض اللي انتشرت بسبب إيش قلة النظافة في ظل الوضع الحالي اللي بنعاني منه ظل الحرب القائمة على قطاع غزة.